مهمة وزارة الثقافة اللي أنا أعتبر نفسي جزء من تشكيلتها. يعني نعم أنا أول من بدأ ببناء هذه الوزارة وإيجادها نعم يعني تظهيرها للوجود من 2004، في الوقت اللي كان يعني أي موظف يدخل إلى دائرة أو إلى مؤسسة دولة يعتبر يوم الأخير هذا. تعرفون الظروف الأمنية نعم نعم والتحديات اللي مر بها فعلا المشروع السياسي والعملية السياسية بالعراق. احنا رابطنا، ولعله انا كنت اول مخطوف، انا خطفوني فعلا يوم صارت عندك أحداث كثيرة. يوم الخامس من دخولي الى وزارة الثقافة كوكيل، خطفوني على حماتي. مع هذا رابطنا وبقينا حتى ننشئ هذا الدور المكمل، يعني قلنا الزراعة الاجريكلتشر والكلتشر وهذا التكامل بيناتهم حتى نكمل بناء الانسان يعني روحيا وجسديا.